السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، الطريقه ديال الدجاج بالشرموله كتجي غزاله وكيدخل الفران. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر، هانتوما تشوفوا كيفاش كيجي طيب، كيجي بحال مشوي. المهم كيجي غزال، الا جربتوه ما غتندموش. تبعوا معايا. نبداو على بركة الله. عندي هنايا بطاطا اللي قطعتها بهذا الشكل هذا، بغيت نوريكم قطعتها هكا، لكم حرية الاختيار يعني كيف ما بغيتو تقطعوها القياس اللي بغيتو. انا عندي هنايا درت نص كيلو. عندي هنا الفخيدات ديال الدجاج، غسلتهم مزيان ودرت لهم الملح والحامض. اللي ما عندوش فخيدات وبغى يدير دجاج يعني راه ماشي مشكل. عندي هنايا الفلفله، عندي هنا الخضراء والحمراء والليمونيه، بغيتو ديروا غير الخضراء يمكن لكم ديروا. عندي هنايا طوماط سوغيز، انا هادو اللي متوفرين عندي في الدار وبغيت نديرهم، يعني الا عندكم غير مطيشه عادي ممكن ديروها. بالنسبه للتوابل انا عندي هنا الزعتر وعندي اسير، عندي جوج سنانف ديال الثومه. بالنسبه للعطريه عندي هنا البزار نص معلقه، عندي معلقه ديال سكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم، وعندي هنايا الربيع انا عندي مكونجلي، عندي الملح وعندي زيت الزيتون وعندي الصوجا. كناخذ واحد، كناخذ هذا الاناء كندير فيه الملح، ندير فيها التوابل، كندير فيه الصوجة، غندير هنا الصوجة شوية بالزيت تقريبا قياس واحد 3 ديال المعالق كبار. هاد الصوجة انا راه ما عنديش خاترة ولا حارة، يعني راه غير محراش. عندي هنا غندير تقريبا واحد جوج معالق حتى لثلاثه ديال زيت الزيتون، وغندير هذاك الثومه هنا، وغادي ندير هذاك الزير، وغندير هذاك الزعتر ندوزو ما بين يديا صافي. وغناخذ هذاك الدجاج. البنات الا بغيتو يطلع لكم هذا الدجاج زوين، حاولوا انكم تبيتوه ليله كامله، راه كيجي الصراحه زوين. انا ما عنديش الوقت، اقل حاجه غنخلي واحد ساعتين ديال المكانه. هو كل ما كيبقى في هاد لاماريناد كيعطي واحد البنه زوينه. صافي غادي نخليه واحد ساعتين ديال المكانه ولا ثلاثه ونرجع لكم. صافي من بعد ساعتين ديال المكانه راه شرب ليا هاد الدجاج، شرب ليا هاد لاماريناد. غادي ناخذ هاد الفخيدات هادو، غندير هاد البطاطا هنا، الا عندكم شي مول كبير تقدروا ديرو. انا هاد الفلفله قطعتها هكا، يمكن لكم ديروا اي خضره عندكم تقدروا ديروها، ماشي بالضروره ديروا هاد الخضره اللي درت انا. وغديروا هاد السوغيس، غادي يبقى هاد لاصوص اللي هاد ديال لاماريناد، غادي تكبوها فوق من هاد التوابل ولا هاد الخضره. نزلت واحد شويه ديال الماء نتوما شفتوا، وغادي صافي غادي ندير ليه دابا الكالكالينيوم. صافي غادي ندخلها للفران درجة حرارة 245 دقيقة، وبين ما طابت غادي نحطها نهبطها لتحت تتحمر، وغادي نرجع لكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي، كنتمنى انه ينال اعجابكم. واللي اول مرة يشوف القناة مينساش على الضغط اشتراك وزر الجرس باش يوصلو كاع الجديد. وبالنسبه للناس اللي متابعيني ما تنساوش تخليو لي تعليقات وتقولوا لي كيجاكم الفيديو. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.